اهلا بكم طلابي، طلاب الصف الثالث الاعدادي، يا رب تكونوا بخير. هنبدا مع بعض درس اسمه كارتيزيان برودكت، ده ليسن 1 يونت 1 الجبر. السؤال الاول بيقول لك هنا find the value of a and b. خلاص طيب، انا عايز اعرف الفاليو a and b. عرفنا ان ده عباره عن ordered pair equal ordered pair تاني، صح كده؟ احنا عارفين طبعا لما نيجي نحل order pair equal order pair هنقول first equal first و second equal second. فهنا ال a اللي هي ال first اللي هي قبل الكوما equal ال negative 5، فتقول ال a equals ال negative 5 خلاص، وال b اللي هي بعد الكوما اللي هي second equal 9. يبقى ال first projection equal first projection و second projection equal second projection. خلاص خلصت المسألة. السؤال نمبر 2 بيقول لي هنا A and B أو A and B equal root 25 and cubic root 27. قلت له طيب بسيطة، first equals first، يبقى الـ A equals root 25 صح؟ يبقى الـ A equal كام؟ root الـ A equal root 25 اللي هي 5 بس. طب الـ B cubic root 27، يبقى ال b equal كام؟ cubic root 27 على الكالكوليتر equal 3، يبقى ال a equal 5 وال b equal 3. خلاص كده عرفنا هنا ال a equal negative 5 وال b equal 9. نرسم صفحتنا كده عشان تبقى ايه شايف الدنيا مظبوط. السؤال التاني اللي قبل الكوما equal قبل الكوما، فال a minus 2 equal 2 وال b plus 1 equal negative 3. فودي ال negative 2، يلا بينا نجيب ال a، نودي ال negative 2 هناك بال positive 2، يلا يبقى ال a equal 2 plus 2 يبقى ال a equal 4. طب هنا ال 1 بال positive، انا عايز ال b، فارمي ال 1 الناحية التانية ب negative 1 عشان ده positive 1، فتقول لي يبقى ال b بس equal negative 3 plus 1. يبقى ال b بكام؟ negative 3 plus 1 negative 2. فكده انا عندي ال a ب 4 وال b ب negative 2. شايفين؟ موضوع سهل جدا. اللي بعده، انت كطالب شاطر عارف ان ده قبل الكوما ايكوال اللي قبل الكوما هنا، يبقى قول لي 6 ايكوال 2 ماينس a، 6 ايكوال 2 ماينس a، واللي بعد الكوما اللي هي b ماينس 3 ايكوال نيجاتيف 1. يلا بينا نحل المسألة مع بعض، يلا بينا. تقول لي بص يا مستر، معلش انت ممكن تعدل لي، انا بحب الرقم اللي قاعد لوحده الناحيه الثانيه. حاضر، يبقى 2 ماينس ايه كده، جبت السايد ده هنا ايكوال 6 عدلتها بس. طب يا مستر انا عايز امشي الناس اللي حوالين الايه، نرمي 2 دي اللي جنب الايه، طب دي بالنيجاتيف، لا دي النيجاتيف دي بتاعت الساين ده اللي هو النيجاتيف ده بتاع الايه، انا على 2، ال 2 دي تروح هناك، ال 2 دي بوزيتيف تروح هناك بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف تروح هناك بنيجاتيف 2، يبقى negative a equal 6 minus 2، يبقى negative a بس equal 6 minus 2 اللي هو 4. طب انا مش عايز negative a، انا عايز a بس. فتقول لي يا مستر يبقى ال a شيل ال negative من هنا اديها للناحية التانية تبقى negative 4، كنسلت ال negative كده اديتها للناحية التانية يبقى negative، يبقى ال a equal negative 4. هنا ال b minus 3 equal negative 1، ارمي هناك ال b negative 3، يبقى ال b بكام يا صديقي؟ negative 1 بلس 3. شفت انت طالب شاطر وعارف المعلومه دي، يبقى b equal negative 1 بلس 3 equal 2، يبقى negative 1 بلس 3 equal positive 2، يبقى كده ال b ب 2. طبعا انت مش عارف تحسبها، بتحسبها بالكالكوليتر، تكتب negative 1 بلس 3 خلاص. اللي بعده يقول لي هنا a minus 7 اللي قبل الكوم، الكوما شايفينها اللي قبل الكوم ايكوال نيجاتيف 2، فانا هقول له كده يبقى ال a ماينس 7
equals negative 2، واللي بعد الكوما 26 equal b power 3 minus 1. تقول لي أول حاجة أنا عايز أجيب الـ a، فارمي الـ negative 7 الناحية التانية، فالـ a equal negative 2 plus 7، عشان دي negative 7 تروح هناك positive 7، يبقى الـ a equal negative 2 plus 7 5. كده جبنا قيمة أو الـ value of a. اللي بعد نظبطها، يلا بينا يلا بينا. تقول لي مستر الرقم هنا على الشمال، أنا بحبه دايما على اليمين، خلاص يبقى b power 3 minus 1 equal 26. عدلتها بس جبت السايد ده هنا الأول اللي هو الأنون، دايما بحب الأنون، الحاجة الـ variable على شمالي دايما، خلاص يلا ارمي الـ negative 1 هناك، يروح هناك positive 1، يبقى الـ b power 3 equal 26 plus 1، يبقى b power 3 equal 26 plus 1 27. تقول لي مستر انا عايز اكنسل باور. تقول لي مستر نكنسل باور ازاي؟ ترد عليا تقول لي مستر، المستر علمنا كنسل الباور بالروت. اكنسل باور بايه؟ بالروت. فقلت بص 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 كده، ده روت كام؟ تقول لي روت 3، عشان ده بي باور 3، يبقى البي بس ايكوال روت 27 كيوبيك روت 27، لسه حالين زيها ايكوال 3. خلصت المسألة، يبقى هنا كنسل بار، انا مش عايز البي باور 3، انا عايز بي بس. تقول لي مستر احط روت على طول، كيوبيك روت، خلصت روت 3. تعال نحل اللي بعده، اللون الازرق ده شكله حلو، يلا بينا. تقول لي مستر دي ايه؟ اقول لك صح، دي ايه؟ يبقى ايه ايكوال مين هنا قبل الكوما؟ 2 ماينس ايه. تقول لي مستر هنا بي مين هنا؟ هنا بي ايكوال 2 بي ماينس 3. مستر انا حاسس المسألة صعبة شوية. انا حاسس برضو معاك المسألة صعبة شوية. طيب اسمع كده وعلى مهلك، اول حاجة نصيحة مني، نصيحة مني، انت تبص بصة حلوة للمسألة. تقول لي مستر هي محتاجة تتظبط؟ هي محتاجة تتظبط، بس ممكن احلها على اساس ده. تقول لي مستر طب ازاي؟ هقول لك، شايف النيجاتيف ايه ده؟ هجمعه مع الايه صاحبه، واسيب الـ اسيب الـ 2 دي قاعده لوحدها، يلا بينا نجمعه مع الايه صح؟ اللايك تيرمز. يبقى تقول لي a بلس a، ايه ده مستر؟ اصل ده نيجاتيف، راح هناك في بوزيتيف a، عشان كده قلنا الـ a وراحت لها بوزيتيف a. خلاص ايكوال كام؟ a و a 2a ايكوال 2. طب انا عايز اشيل الـ 2 اللي جنب الـ a دي، الـ 2 لازقه في الـ a بالـ a بالتايمز، تروح الناحيه الثانيه بايه؟ بديفايدد 2، فال a بس equal 2 divided 2 equal 1. اللي بعد، تقول يا مستر اللي جايه دي صعبه ولا سهله؟ انت وشطارتك تقولي دي بي، شايف ال 2 بي دي؟ وديها لاخواتها ال بي، اختها وديها لصاحبتها، يلا يبقى دي بي، دي بالبوستيف، تروح هناك ال 2 بي بالايه؟ بالنيجاتيف 2 بي. يتفضل هنا كام في السايد ده؟ نيجاتيف 3، يبقى 2 بوزيتيف بوزيتيف تروح هناك بنيجاتيف، بي ماينس 2 بي يبقى دي 1 بي ماينس 2 1 ماينس 2 نيجاتيف 1 بي ايكوال كام؟ نيجاتيف 3، يبقى 2 بي راحت هناك بنيجاتيف ايه؟ 2 بي. خلاص عود نفسك على الحركات دي، تقول لي هنا نيجاتيف وهنا نيجاتيف، كنسل نيجاتيف مع نيجاتيف، يبقى البي بكام؟ البي ب 3. خلصت المسألة، يبقى كده حلينا نمبر 6 كمان 5، خلاص خلصناها 6 خلصت. اللي بعد خش على مسائل اقوى شويه، a باور 5، a باور 5 ايه المشكله؟ ايكوال كام هناك؟ ايكوال 32، b باور 2 ماينس 1، b باور 2 ماينس 1 ايكوال كام؟ كيوبيك روت 27. تقول له مستر انا عايز اكنسل، المستر علمني لو انا عايز اكنسل الباور، ده باور كام؟ باور 5، كنسل بروت ايه؟ روت 5 على طول، يبقى ال a تقول له مستر يبقى ال a بس بعد ما كنسلنا الباور 5 ايكوال
روت ال 32 ايكوال كام؟ يعني قصدي فيفث روت اللي هو روت ال 5 32 ايكوال 2 بالكالكوليتر. يلا بينا، بي باور كام دي؟ بي باور 2 ماينس 1 كيوبيك روت ال 27 عارفين انها 3، وادي النيجاتيف 1 هناك يبقى البي باور 2 ايكوال كام يا صديقي؟ 3 بلس 1 اللي هو بي باور 2 بكام؟ 4. طب انا عايز اكنسل باور 2، المستر علمني اخاف من الباور ايه؟ الايفن. اخاف من الباور ايه؟ الايفن يا مستر. ده ايفن ولا مش ايفن؟ ايفن يتكنسل، والانسر بتاعه كنسلنا الباور بروت، والانسر بتاعه بوزيتيف نيجاتيف، فاكرين المعلومه دي؟ روت الفور. يبقى البي بكام؟ بوزيتيف نيجاتيف 2. يبقى الاي كده 2 والبي بكام؟ بوزيتيف اور نيجاتيف. مسألة جميلة جدا نمبر 7. نرجع تاني للون المفضل بتاعنا الأزرق، يلا بينا. هنا ال A equal P باور 2، صعبة دي يا مستر. ال A equal P باور 2، ما تخافش ده شغال صح. وال 7 equal P، وال 7 equal P. صديقي العزيز ال B بكام؟ ب 7. خد ال P، خلاص يا مستر أنا عارف قيمة ال P، انا عايز اعرف الايه. الايه بي باور 2، فهمسك ال 7 اديها للبي، ما هي البي ب 7، مش انت طلعت البي ب 7؟ يبقى الايه شيل البي وحط 7، بس دي بي باور 2 فتبقى 7 ايه باور 2، يبقى الايه ايكوال 49 اللي هي 7 باور 2. كده جبت الايه. مساله لذيذه وجميله. السؤال اللي بعده يقول لك هنا 2a ايكوال 2b، مفيش مشكله 2a equal 2b خلاص، وال 7 equal مستر هي 2b بس ولا 2b plus 1؟ 2b plus 1 كل اللي قبل الكل، وال 7 equal ال a. يبقى انا معايا قيمة ال value of a اللي هي كام؟ 7. اللي هي كام؟ اللي هي كام؟ 7. فتقول لي مستر ال A equal 7، فأنا هقول له أنا هشيل ال A دي وأحط مكانها كام؟ 7، فتبقى 2 times 7 equal 2B plus 1. 2 times 7 14 equal 2B plus 1. طبعا أنا بحب أحط السايد اللي فيه الأنون على شمالي دايما، أعدلها بس، فتبقى 2b plus 1 equal 14. أسهل لك يعني، أنا خليتها على شمالي، الجزء ده على الليفت هاند سايد، وال 14 دي خليتها على الرايت هاند سايد، ما عملتش حاجة يعني. وديت ال 1 ده هناك بنيجاتيف 1، شغلنا العادي. يبقى 2b equal 14 minus 1، فتبقى 2b 14 minus 1 بكام؟ 13. ال 2 دي لازقة بالتايمز، تروح الناحية التانية divided 2، فتبقى ال B بس equal 13 divided 2 بال 13 over 2 اللي انت حطيتها على الكالكوليتر او جبتها بالديسيمال، تطلع 6.5. كده جبنا ال B بكام؟ كده ال B بتاعتنا عرفناها ب 6.5 او 13 over 2، وال A عرفناها بكام؟ ب 7. اللي بعده 3 equal كل اللي قبل الكومة ده، يبقى 3 equal 5a minus 1 will be equal 4a. مش مشكلة مش بخاف، شايف الأنون ده كله نخليه على شمالنا، يبقى 5a minus 1 equal 3. عدلتها بس ودي النيجاتيف 1 هناك، يبقى 5a equal 3 plus 1، يبقى 5a equal 3 plus 1 اللي هي كام؟ 4. ودي ال 5 ده بال divided عشان ده لازق في ال A بال times، يبقى ال A بس equal 4 over 5. تعالى هنا انت جبت ال A الحمد لله، نروح شايلين ال A دي وحاطين، ما احنا جبنا ال A 4 over 5، يبقى يلا 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 شيل ال A دي يا مستر وحط مكانها 4 over 5، يبقى ال B بكام؟ 4. شيل ال A يلا شلتها 4 over 5،
يبقى ال B equal بالكالكوليتور 4 تايمز 4 اوفر 5 ب 16 اوفر 5. خلصت المسألة. نخش بعد كده على مسائل تشوز، يلا بينا. نمبر 1 بيقول لك x minus 1 equal 8. طب ايه المشكلة؟ ادي x minus 1 equal 8 و11 اللي هي بعد الكوما equal y plus 3 و11، اقسم صفحتي كده، وادي 11 equal y plus 3. بص كررتها لك كام مرة، دي محتاجة تتعدل، يبقى y plus 3 y plus 3 equal 11. يلا بينا نحل واحدة واحدة، ودي ال negative 1 هناك، يبقى ال x equal 8 plus 1، يبقى x equal 9 يا طالب 9، شايف؟ خلصت. ودي ال 3 بعكس الساين، يبقى ال y plus y equal، آسف، 3 تروح ب negative 3، 11 minus 3 يبقى y equal 11 minus 3 equal كام؟ تقول لي 8. مستر هو ايه المطلوب مني؟ مطلوب مني سكوير روت اكس بلس 2y. ايه المطلوب منك؟ تعالى كده سيبك من كل اللي حليناه ده، مطلوب مني سكوير روت اكس بلس 2y. طب سكوير روت اهو، الاكس بكام جبناها؟ ب 9 بلس 2، الواي دي بكام؟ ب 8. ما احطهاش جنبها، لا افتح براكت كده واكتب 8 او تايمز 8 زي ما انت عايز، الطريقه اللي انت تحبها. خلاص، قول لي جميل جدا يا مستر. طبعا دي ب 16، او حطيتها على الكالكوليتر على طول هتطلع لي 5، فالاجابه 5. مستر مش بوزيتيف نيجاتيف 5، انساها بوزيتيف، دي غلط كبير جدا جدا. ليه؟ اصل انا لو انا ما اعرفش قيمه الاكس وقيمه الواي كنت اكتب بوزيتيف نيجاتيف 5، لكن انا عندي قيمه الاكس عارفها وقيمه الواي عارف، كم عارف الاكس الفاليو بتاعها ب 9 اللي هي القيمه بتاعتها، والواي ب 8. اوعى تغلط وتحط، طالما انت عارف الاكس والواي خلاص تطلع الاجابه من تحت الروت بالبوزيتيف، لكن انا ما اعرفش عن حاجه انون، الانون ده ممكن يكون بالنيجاتيف او البوزيتيف، فبختار بوزيتيف نيجاتيف 5. لكن هنا الاثنين دول بوزيتيف وجمال جدا وزي الفل، بيتحطوا على الكالكوليتر وعارف يعني عارف قيمه الاكس بكام وقيمة الواي دي بكام، فحطها على الكالكوليتر تطلع لي البوستيف دايما، أي رقم من تحت الروت يطلع بوستيف دايما، فالإجابة 5. السؤال الأول ده سؤال مهم جدا بالنسبة لي، تمام، وبكرره كتير جدا في الامتحانات. السؤال نمبر 2 بيقول لك هنا الـ x equal 2، و آسف x، سوري يا شباب، يلا بينا. x بلس 2 اللي هي قبل الكوما ايكوال 2، خلاص، و y ايكوال 3، بسيطة دي، وادي 2 بعكس الساين، ف x 2 تروح هناك بنيجاتيف 2، فتقول لي x ايكوال 2 ماينس 2 اللي هو x ايكوال 0. جبنا كده value of x، نجيب بقى value of y، تقول لي x باور 5 و تايمز y بلس 1. ايه ده يا مستر، ايه الحاجات الغريبه دي؟ الاكس بكام؟ اكس ب 0، تبقى شيل الاكس وحط 0، 0 باور كام؟ باور 5 تايمز مين؟ تايمز y اللي هي بكام؟ اللي هي ب 3 بلس 1 بلس كل ده، احطه زي ما هو 0 باور 5 تايمز 3، بعمل ريبليسمنت تبديل، بس ببدل الاكس بالقيمه بتاعتها ب 0، تقول y ب 3، بس تطلع معانا الإجابة اهو. السؤال اللي بعده، السؤال ده جميل جدا، نمبر 3 ده 3 باور اكس، 3 باور اكس، يلا بينا. سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا، بكرر اهو، 3 باور اكس اللي قبل الكوما ايكوال كام؟ 1. بص معايا هنا، روت الواي
ايكوال كام هناك؟ سوري. على مهلك عشان ما تتلخبطش، عشان ده سؤال صعب لازم تكتبه في ملحوظاتك والكراسة كده او في البوكلت بتاعنا في الاخر خالص. ركز معايا، نسأل سؤال 3 باور كام تديني 1؟ تقول لي مستر 3 باور 1 على جنب كده، هو 3 باور 1 بكام؟ 3. طب 3 باور 2 ب 9، ايه ده احنا بنكتر؟ لا انا عايز 1، اي حاجه باور 0، اي رقم باور 0 بكام؟ 1 صح؟ ما عدا الزيرو يعني. يبقى اي نمبر باور 0 ايكوال كام؟ يبقى اي نمبر باور 0 بكام؟ 1. يبقى كده انا عرفت الاكس اللي فوق دي اللي عامله نفسها باور دي بكام؟ يبقى الاكس ب 0. طيب اتعلمت قبل كده من المستر بتاعي ان اي روت بيتكنسل بالباور، اي روت بيتكنسل بايه؟ طب ما ده روت 2 يبقى تحط فوقيه باور 2 عشان يطير، بس كده ده روت 2 حط فوقيه كده باور 2 فيكنسلوا بعض، فتتفضل واي بس اللي هي دي. طب ما انا حطيت باور 2 وحط الناحيه، لازم عشان الناحيه التانيه ما تزعلش حط باور 2 ف 16. فكده انا عندي الاكس ب 0 والواي ب 16، فقلت له كده 0 بلس الواي اللي هي 16 عملت ريبليسمنت ايكوال 16. خلصت المساله من المسائل الجميله جدا اللي محتاجه تتذاكر، ودي مساله قويه جدا. يلا بينا نحلها مع بعض، يلا بينا. تقول لي مستر دلوقتي بيقول لك هنا اكس باور 3، انا مش خايف، ايه مشكله اكس باور 3 ايكوال ال 1، وهنا واي باور 2، اه ده باور 2 ايفن، ده خلي بالك منه، ده ايكوال 4. يلا بينا، الاكس بكام باور 3؟ اكنسل باور بي، تقول لي مستر انا عارف طول عمري الباور يتكنسل بروت، كنسل حطيت روتها. الاكس بكام؟ كيوبيك روت ال 1، هي هي 1، هنا الباور 2 كنسل، ده روت ايفن، هتطلع الاجابه بوزيتيف اور نيجاتيف، فال y equal positive negative. اداني شرط، قال لي ال x اكبر من مين؟ من ال y. ال x اكبر من مين؟ طيب انا عندي ال y اجابتين، يا y ب 2 او ال y ب negative 2، مين الصح، دي ولا دي؟ حسب الشرط اللي هو مديهولي. قلت له ال x ب 1، ال 2 ال x بكام؟ ب 1. طب الواي ناخد ال2 ولا النيجاتيف 2؟ قال لي، هو قال لي خد الواي اللي اصغر من ال1، مين الواي الاصغر منه؟ اكيد مش ال2، يبقى اكيد هي ايه؟ النيجاتيف 2. يبقى احنا دلوقتي عندنا الاكس ب1 والواي بنيجاتيف 2 حسب الشرط اللي هو حطه لنا مش بمزاجنا. قلت له الاكس ب1 تايمز الواي اللي هي كام؟ النيجاتيف 2. تطلع الانسر نيجاتيف 2. السؤال ده لئيم جدا، فكرته حلوه جدا ولازم تذاكرها كويس. السؤال اللي بعده x minus 3 equal 2، ادي x minus 3 وعندنا يا سيدي 2 باور y equal 16، وادي ال negative 3 هناك، فال x equal دي بوست تروح positive 3 plus 3 يبقى ال x equal 5 y باور 2 equal 2 باور y. انا جبت ال x خلاص، سألت نفسي ال2 دي باور كام تديني 16؟ قعدت اجرب 2 باور 2 2 باور 3 2 باور 4، فلقيت 2 باور 4 ايكوال 16 وانا بجرب، يعني ايه المشكلة لما اجرب؟ ايه المشكلة؟ فعرفت على طول ان الواي ايكوال 4 اللي هو الباور ده. خلاص طبعا طبعا مسألة لذيذة، طبعا في طريقة تاني بس أنا مش حابب الطرق التانية عشان أنت لسه طالب صغير، لما تطلع سينيور 2 هعلمك تجيبها إزاي بسرعة من غير كل التعب ده. خلاص لما تطلع سينيور 2 بإذن الله، فأنا بقول لك تجرب وتخلص نفسك، تعرف الواي على طول بفور ماشي. هو قال لك البراكت ده عبارة عن جزء الواي اللي طلع بفور وجزء الإكس اللي هو طلع بفور، هو قالب، اه هو قالب الاتنين مفيش مشكلة. ايه المشكلة؟ انا هخاف ولا ايه؟ تبقى الإجابة 4 و5. خلاص
أسئلة جميلة جدا وسهلة. السؤال اللي بعده بيقول لك هنا x equal 1 و2 وال y equal دي ست ودي ست 3 و4 و5. أنا عايز أجيب x product 1، إيه المشكلة؟ x product y ال x بكام؟ 1 و2 product ال y اللي هي كام؟ اللي هي 3 و4 و5. خلاص خلاص مستر، هنبدأ نعمل ايه؟ تعال نشوف المستر يبدأ يحلها معاك. يبقى 1 وكام؟ 1 و3 1 و4 1 و5. يلا بينا افتح ست كبيرة، يلا اوردر دي بير 1 مع 3 1 مع 3 اند ال 1 مع ال 4 ال 1 مع ال 4 اند ال 1 مع ال 5. يلا ال 2 ال 2 مع ال 3 ال 2 مع ال 4 ال 2 مع ال 5 ال 2 مع ال 3 ال 2 مع ال 4. تقفل البراكت بتاعك، بص هيبقى ازاي 2 مع ال 5. بص كل واحده في اوردر كبير، اوردر كبير، اقفل الست بس كده بس كده مستر بس كده. هو بيقول لي ريبريزنت ارو دياجرام، قلت له اند، بيقول لي هات الاكس فايند الاكس برودكت الواي اند ريبريزنت ات باي ارو ارو دياجرام. يلا بينا نجيب الارو دياجرام. الارو دياجرام عباره عن ايه؟ بوكس كده وبوكس جنبه. البوكس الأول اسمه إكس والبوكس التاني اسمه واي، عشان هو عايز إكس وواي. الإكس بكام؟ الإكس 1 و2 أدي 1، والواي كام؟ 3 و4 و5. هبدأ أوصل مين مع مين يا مستر؟ تعال نشوف ال 1 مع مين؟ هو ال 1 مع مين واصلة هنا؟ ال 1 مع 3، وأحط لها سهم كده، وال 1 مع مين تاني؟ وال 1 مع 4، وال 1 مع مين تاني؟ وال 1 مع 5، ال 2 مع مين؟ نغير اللون، ال 2 مع مين؟ 2 مع 3، ال 2 مع مين؟ 2 مع 4، وال 2 مع مين؟ أهو ال 2 مع 4. وانتوا مع مين؟ وانتوا مع الفايف. وحط السهم، حط السهم. طبعا انت بالمسطره بقى تشتغل الكلام ده بمسطره وبتنظيم، فاهم؟ تظبط خطك كده. ناخد السؤال التاني كارتيزيان. دايجرام يلا بينا. الكارتيزيان دايجرام عبارة عن حرف ال ال، فاكرين؟ يلا بينا هنكتب ايه؟ نكتب الاكس، نكتب الواي. الاكس عبارة عن كام وكام؟ 1 و2، والواي عبارة عن كام وكام؟ 3 و4 و5. خلاص يلا بينا نعمل كده خطوط. يلا بينا ال 1 مع ال 3 1 و 3 اهي، ادي 1 و 3 1 و 4 1 و 4 1 و 5 1 و 5 1 و 4 1 و 5. خلاص ممكن تكتبها كده 1 و 3 1 و 4 1 و 5، بعد كده 2 و 3
2-4 2-5 شايفين؟ بس كده، ده الأرا دياجرام وده الكارتيزيان دياجرام. صعب الكلام؟ ما أعتقدش إنه صعب. إيه اللي بعده؟ اللي بعده بيقول لك هنا إكس عبارة عن 3 و4 و8، هات الإكس بيقوله بسيط. الإكس 2 دي عبارة عن إكس برودكت إكس، صح كده؟ قلت له تمام. قلت له كده الإكس 2 عبارة عن 3 4 8 برودكت 3 4 8 على مهلي، وانا عشان ما اتلخبطش في دي هفتح ست كبير وابدا اقول له ايه ال3 مع مين؟ مع ال3، وال3 مع مين؟ مع ال4، وال3 مع ال8. يبقى 3 و3، 3 و4، و3 و8. ال4 برضه، ال4 مع ال3، وال4 مع ال4، وال4 مع ال8. يلا 4 مع 3 وال4 مع ال4 وال4 مع ال8. اللي بعدها ال8 مع ال3 وال8 مع ال4 وال8 مع ال8. ال8 مع 3 وال8 مع ال4 وال8 مع ال8. خلصت. هي دي الإجابة اللي أنا عايزها. عايزها أرو دياجرام. الأرو إحنا اتفقنا لما الاقي يا مستر اكس 2 دي بعملها ازاي؟ اه المستر علمنا اعملها في بوكس. واسمي اكس واكتب الارقام بعشوائية 3 بس بعيد عن بعض كده 4 8. خلاص يلا بينا نحط نقطة هنا كده ونحط نقطة كده ونقطة كده عشان نقدر نوصل ببعض. نمسك حتة حتة، 3 مع 3، 3 مع 3 يعني يلف حوالين نفسه، 3 مع 4، 3 مع 4 يعني يوصل ال 3 بال 4. خليها أشيك من كده الحركة دي، ونعملها بكيرف. بص كده اتفرج عليا كده وأنا بعملها كيرف. بص بص كيرف وال3 مع ال8، وال3 مع ال8 برضه بكيرف. خلاص وال3 بال4 بال3. بص ال4 هيرجع بقى 4 بال3 كده والرايحة لل3. بص السهم عامله ازاي؟ ال4 مع ال4، ال4 مع ال4 يبقى ال4 تلف على نفسها كده، ال4 مع ال8، ال4 تروح لل8. اللي بعدها ال4 راحت لل8 خلاص، ال8 بال3، ال8 تروح لل3، ال8 رايحة لل3، ال8 رايحة لل4، ال8 رايحة لل4، ال8 رايحة لنفسها، يبقى تلف حوالين نفسها. ده الارو دياجرام. معلش هي شويه عقد كده في بعض بس سهله وما فيش فيها حاجه طول ما انت شغال واحده واحده وصح الصح. نخش على الكارتيزيان. نمبر 2 يا سيدي، كارتيزيان دياجرام. يلا بينا الكارتيزيان نعمله ازاي؟ كده اهو حرف ال اكس واكس هنا 3 و4 و8، 3 4 وهنا 3
يلا بينا كده، رسمنا رسمتنا خلاص. نبدأ بقى نحط البوينت 3 مع 3، 3 مع 4 و3 مع 8، 4 مع 3، 4 مع 4، 4 مع 8، 8 مع 3، 8 مع 4، 8 مع 8، وكده نكون رسمناها ارو دياجرام وكارتيزيان دياجرام. طبعا انا افضل وعلمتك قبل كده نكتب البوينت 3 مع 3 يبقى 3 و3، خلاص 3 مع 4 يبقى 3 و4، 3 و8، 3 مع 8، اللي تحت مع اللي فوق، اللي تحت مع اللي فوق، خلاص دي اكس واكس، مفيش واي هنا عشان احنا بنجيب الاكس 2، خد بالك. طبعا هتكمل نفس الكلام 4 مع ال 3 و4 مع 4 و4 مع ال 8، 8 مع 3، 8 مع 4، 8 مع 8. سؤال جميل ومفيش اي حاجه. السؤال اللي بعده هنا طلب مني اكس، السؤال نمبر 5، سؤال جميل جدا وسهل. طلب مني طلبات بسيطه من غير اي رسم، طلبش مني ارسم الكارتيزيان والارو. قلت له طب بسيطة، نمبر 1 طالب مني اكس برودكت واي، ادي اكس برودكت واي، الاكس اس انا عبارة عن 2 ونيجاتيف 1، برودكت واي اللي هي عبارة عن 4 و0، افتح ست واشتغل 2 و4، خلاص بقى 2 0، انا فهمت الفكرة، 2 و4 و2 0، نيجاتيف 1 و4، نيجاتيف 1 و0، تمام. نمبر 2 عايز اكس واي برودكت زد، واي برودكت زد، قلت له الواي عندي 4 و0، برودكت الزد اللي هي عبارة عن 4 و5 ونيجاتيف 2، 4 و5 ونيجاتيف 2، أفتح ست يلا بينا، 4 وكام؟ 4 و4، 4 يا سيدي و5، و4 ونيجاتيف 2، اللي بعدها 0 و4، 0 و5، 0 ونيجاتيف 2، 0 و5، 0 ونيجاتيف 2. خلاص كده انا عملت ايه؟ عملت واي برودكت زد. عايز اكس 2، قلت له بسيطه، الاكس 2 عباره عن 2 نيجاتيف 1، برودكت 2 نيجاتيف 1، اكس 2 عباره عن 2 نيجاتيف 1 والتايم برودكت، يعني اكس 2 دي عباره عن اكس واكس، فتقول لي 2 2 و2 نيجاتيف 1 نيجاتيف، يعني 2 2 و2 نيجاتيف 1، بعد كده نيجاتيف 1 و2، بعد كده نيجاتيف 1 1 ونيجاتيف 1، نيجاتيف 1 و2، بعد كده نيجاتيف 1 نيجاتيف 1، بس كده. بعد كده نمبر 4 يقول لي انا عايز نمبر اكس برودكت زد، النمبر الاكس برودكت زد، قلت لي دي سهل، نمبر اكس برودكت زد دي عباره عن نمبر اكس تايمز نمبر زد، نمبر الاكس دي بكام؟ كام واحده؟ 1 2 2 element 2 تايمز نمبر الزد كام element؟ 1 2 3، يعني 2 تايمز 3، يبقى عايز نمبر اكس برودكت زد، يعني نمبر اكس تايمز نمبر زد. طب نمبر اكس 2 element ونمبر زد جواه 3 3 elements، يبقى 2 تايمز 3 بار 6. نمبر 5 عايز نمبر واي باور 2، نمبر واي باور 2، نمبر الواي بكام؟ في كام element جوه الواي؟ 2 باور 2، عشان هو عايز واي 2، واي 2 يبقى 4. طب نمبر زد 2 كم element جوه الزد؟ 1 2 3، 3 element، يبقى 3 باور 2 equal، انا بسأل عن نمبر، خلي بالك
بص ان نمبر، نمبر اوف elements، نمبر اوف elements، نمبر اوف elements 3 باور 2 كام؟ 9. خلصت المسألة، مسألة جميلة سهلة ما فيهاش حاجة خالص. السؤال اللي بعده، أسئلة اللي تشوز، هو بيقول لي هنا ال A and ال B two sets، قلت له تمام، فدي عبارة عن set ودي عبارة عن set، are two sets، then set X و Y. قال لك ال X belong to A وال Y belong to B. أنه express express يعني expression من دول ينفع يخلي يوضح لي المفهوم ده؟ تاني تاني السؤال ده، تاني السؤال ده بيقول لي ال A وال B to sets، بيقول لك ال X belong to A وال Y belong to B. خلاص، انه شكل من الاشكال دي خلاص ينفع يتمثل في المنظر ده؟ قلت له طيب، عشان السؤال ده برضو فيه فكره حلوه. إيه هو بيطلع element او order the pair اسمه ايه؟ اكس هو. طب مين اللي يساعد انه يطلع order the pair اسمه اكس هو؟ فكر كده. قول لي بص يا مستر، اول حاجه ال n ده مش هيطلع لي اجابه او فيها اوردر دبير، يعني ال n ده نلغيه من الحياه، ما عنديش غير حاجتين، يا a برودكت b هي اللي اجاباتها دايما فيها اوردر دبير، بفتح ست كده واكتب 2 1 3 4 مش عارف ايه وايه خلاص، يا b برودكت a هي نفس النظام، بس مين اللي بالترتيب؟ قال لك ال a الاول بعد كده ال b و x و y، هو الترتيب مظبوط، ال A بعد كده ال B، ال element اللي موجود في ال A بعد كده ال element اللي موجود في ال B، يعني الإجابة A product B هي الإجابة الصحيحة. X product 5، X product 5 فاهم دي عارفينها طبعا، X ب2 بست 2 و Y بست 3، فقلت له يبقى بيقول سألني على X product Y، قلت له ال X ب2 product set product ال Y ب3، يبقى 2 3 يبقى 6 كده، وافتح واكتب 2 3 واقفل ال 6، يبقى هي دي الإجابة الصح، محدش يختار أي غلط، كل دول غلط. بيقول لي هنا ال X ب 3، بيسألني على ال X2، قلت له ال X2 عبارة عن 3 برودكت 3 ست برودكت ست، اللي هي 3 ست برودكت 3 ست، اللي عبارة عن افتح ست واكتب 3 و 3. سؤال نمبر 5، بيقول لي هنا نمبر، بسأل هنا في كام نمبر، محدش يقول لي 3، ده هو جوه الست دي وهو 1 element بس، يعني 1 باور 2، 1 باور 2 كام؟ 1، مش يقول لي ما هو كام element جوه هنا؟ واحدة بس، هو 1 element، لو فتحت ست كده وكتبت 3 و5 بس يبقى كام element؟ 2 element صح؟ هو بيسألني على نمبر ال element الموجود هنا، قلت له 1 بس، قول لي حط عليه باور 2، قلت له 1 باور 2 بكام؟ 1. السؤال ده قوي جدا وجميل جدا. بيقول لك هنا ال x ب 1 و 2 وال y ب 3 و 4، فبيقول لي زين 3 و 4 belong to مين؟ قلت له واحدة 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 واحدة، هو ال x ده فيه 3 أو 4؟ لا ما فيهوش يا مستر. طب ال y ده فيه 3 أو 4؟ قال لي ده فيه 3 وفيه ال 4 صح؟ يبقى أكيد الإجابة هتكون إيه؟ واي بس، بس واي إيه؟ واي 2. السؤال ده حلو جدا، بيسألني هنا نمبر اكس برودكت واي، قلت له نمبر اكس برودكت واي عباره عن نمبر اكس تايمز نمبر 1، فنمبر الاكس بكام؟ قال لي نمبر الاكس ب 2 تايمز نمبر الواي بكام؟ قال لي النمبر الواي فيه كام element جوه هنا؟ قال لي 1 2، يبقى 2 element، يبقى نمبر الواي ايكوال 2، يبقى ايه نمبر اكس تايمز نمبر واي 2 تايمز 2 اللي هي 4. شكرا. نمبر الاكس ايكوال 3، طبعا المستر عارف، بس كانت في كام محافظه؟ كانت في كل المحافظات خلال السنين كلها. السؤال ده المستر علمني، لو انا عايز اجيب نمبر اكس برودكت واي، فاقول عباره عن نمبر اكس تايمز نمبر 1،
انا لما اكون عايز نمبر واي بقى اخبي نمبر واي واعمل ده ديفايدد ده صح، يبقى نمبر الواي ايكوال ده بكام عندنا؟ ب 12 اهو، نمبر اكس برودكت 1 ديفايدد نمبر الاكس بكام؟ بس يبقى 12 ديفايدد 3 ايكوال 4. شكرا. نمبر اكس 2 ب 9، نمبر الاكس، طب ما اكس 2 عباره عن اكس تايمز اكس اللي هي انا كام تايمز كام دي 9 اكيد 3. فانا بعمل حاجه جميله جدا، لما اطلب نمبر اكس بس ومعايا الاكس 2 باخد روت النمبر بتاع الاكس 2 اللي هو روت ال 9 ايكوال كام؟ ايكوال 3. تمام. السؤال الجاي ده من الاسئله القويه جدا، خلي بالك منه. انا طالب منك نمبر واي 2، طب لما اعرف نمبر واي بس قلت له نطبق رول التراينجل رول ده المستر بيعلمه لي دايما، نمبر اكس برودكت واي ايكوال نمبر الاكس تايمز نمبر الواي، وانا عايز نمبر مين؟ عايز نمبر الواي، هعمل ايه؟ يبقى نمبر الواي ايكوال نمبر اكس برودكت واي اوفر نمبر الاكس. نمبر اكس برودكت واي بكام؟ 6. نمبر الاكس بس قلت له انا معايا الاكس 2 ب 4، اكس 2 بايه؟ ب 4. فنمبر الاكس بس بكام؟ روت ال 4 اللي هي كام؟ 2. يبقى نمبر الاكس ب 2. ما انا معايا نمبر الاكس 2 لكن انا عايز اعرف نمبر الاكس بس، فتقول لي روت ال 4 تطلع 2 عشان نشوف كام تايمز كام تدينا 4. 6 ديفايد 2 ب 3، خلاص يبقى نمبر الواي بكام؟ ب 3. طب انا طالب نمبر واي 2 قلت له 3 باور 2 ايكوال كام؟ يبقى انا مستر انا جبت نمبر الواي بس طلع بكام؟ ب 3. طب انا طالب منك نمبر الواي 2، يبقى نمسك ال 3 نحط عليها باور 2 تطلع 9. خلصت المسألة. بيقول لك الاكس از نون امتي سيت، يعني سيت عادي خالص. بيقول لك نمبر الاكس هو هو نمبر الاكس برودكت واي، فنمبر الواي بكام؟ واحدة واحدة. تخيل معايا نمبر الاكس ده، سوري نمبر اكس برودكت واي، تعال نفكوا مع بعض، عبارة عن نمبر اكس تايمز نمبر واي. طب انا عايز الاجابة تطلع نمبر اكس بس، تتوقع نمبر واي ده يبقى بكام؟ تاني دي، هو بيقول لي نمبر اكس برودكت واي عبارة عن نمبر اكس، قلت له تعالى نفك دي عبارة عن نمبر اكس تايمز نمبر واي. تخيل معايا لو قلنا نمبر الواي ده ب 1، 1 تايمز اي حاجة مش بنفسها، يعني 1 تايمز نمبر اكس تديني نمبر ايه؟ نمبر الاكس. صدق صح. يبقى لما اسالك على نمبر الواي في الاكسبريشن ده او في الشكل اللي قدامي ده تقول لي اكيد دايما هيبقى بكام؟ 1، عشان يطلع 1 تايمز نمبر اكس تطلع نمبر اكس زي ما هي. خلصت المسألة. السؤال ده يعني صعب شوية، جه في دمياط 2018 بس صعب بجد. اكس طبعا من التأهلية الجميلة اللي كل سنة بتفاجئنا بسؤال غريب، خلاص زي السنة اللي فاتت 2023 جه السؤال ده اكس اند واي ار تو سيتس وير نمبر اكس تايمز نمبر واي ايكوال 11، يبقى نمبر اكس بلس نمبر واي بكام؟ صدق مش عارف، الموضوع صعب يعني، موضوع صعب، لا صعب، فكر شوية. تعال نفك مع بعض المسألة. هو نمبر اكس برودكت واي عبارة عن نمبر اكس تايمز نمبر واي ايكوال كام؟ ايكوال 11. هسألك سؤال سهل ولذيذ، كام تايمز كام يدينا 11؟ ايه ده؟ بجد بس 1 تايمز 11 يا مستر. يعني نمبر الاكس بكام؟ ب 1، ونمبر الواي بكام؟ ب 11. طب اعملهم بلس، 1 بلس 11 ايكوال كام؟ 12. خلصت المسألة. ايه ده بجد بالسهولة دي؟ بالسهولة دي. هو بيقول لي ايه؟ نمبر اكس تايمز نمبر واي برودكت واي ايكوال 11. قلت له نمبر اكس تايمز نمبر واي ايكوال 11. طب نمبر اكس بكام؟ ب 1. طب نمبر واي ب 11 تايمز بعض عشان يديني 11.
اهو 1 تايمز 11 ب 11. طب انا اسالك سؤال تاني مستر، ما ينفعش اقول 11 تايمز 1؟ ما هي هي، اعملهم بلس 11 ماي، خلي دي 11 ودي 1، 11 بلس 1 بكام؟ ب 12. خلصت. تصدق صح؟ ايوه صح، ما انا عارف انها صح. تعالى لي بقى في المساله الجايه، بيقول لك الاي بي لونج تو اكس 2. سؤال جميل برضه، الاي بي لونج تو مين؟ اكس 2. ماشي، قال لك الاكس دي ما بين ال5 وال7، يعني اكيد الاكس دي بكام؟ ب 6. صح. اسالك سؤال، هو الاي ده رقم؟ يا مستر لو بيلونج تو اكس 2، انا عارف دايما الاكس 2 دي عباره عن ست جواها اوردر دبير، فدي الاكس 2 يعني جواها اوردر دبيرز كده بالمنظر ده، فاكيد لما يقول لي بي الاي ده اكيد واحد من الاوردر دبير دول. طب ما الاي ده عرفنا الاكس بكام؟ في 6 صح؟ يبقى الاي بكام؟ ولا مستر يبقى 6 و6. صعبة؟ اه صعبة، هي صعبة ومش مفهومة. الاكس بكام؟ 6 صح؟ اه الاكس ب 6، يعني الاي ده بيلونج تو الاكس 2. طب ما تيجي نشوف الاكس 2 تنفع تبقى بكام؟ تعالى معايا، ادي الاكس 2 اللي هي عبارة عن اكس برودكت اكس. هو انا جبت الاكس بين ال5 وال7 اللي هي بكام؟ 6، يعني 6 و6 اللي هتبقى شكلها ازاي؟ بس شفت الدنيا سهلة ازاي؟ يعني الإجابة هتبقى سي. اللي بعده بيقول لك من الأسئلة المهمة جدا اللي اتكررت في امتحانات كتير جدا، بيقول لي ده أوردر دبير، لازم تبقى عارف إن الفيرست بروجيكشن، تعال نكتب الملحوظة دي، بيلونج تو الفيرست سيت، والسكند بروجيكشن اكيد بيلونج تو السكند ايه؟ السكند سيت. فده الفيرست بروجيكشن اكيد موجود في الفيرست سيت، تايم برودكت اكيد ده السكند بروجيكشن اكيد موجود فين؟ في السكند سيت. طب هو موجود اساسا؟ لا ده 5، يبقى اكيد الاكس دي بكام؟ توقعها اكيد هي 5، بس هو بيسالني على الاكس دي، قلت له 5، ما مش مستاهلة. الـ3 أكيد موجودة، هي موجودة بس، لكن الـ5 موجودة في السكند ست؟ لا مش موجود، هي كده إيه؟ الإكس هي الـ5. سؤال من الأسئلة الغلسة شوية، خلاص بيقول لي هنا تو ست عبارة عن ست فيها تو برودكت ست تانية فيها إكس وواي، بيقول لي هنا إيكوال ست أوردر بير تو وإكس وتو واي صح؟ هذه صح. طيب يبقى الاكس بكام؟ كده هي الفور، والواي بكام؟ كده هي الثري، يدي الواي تاني الحتة دي واحدة 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 من غير ما تتضايق. تو كام؟ تو اكس. طب ما تو فور يبقى اكيد دي الاكس، وتو واي 2 3 تدي له 1. طب انا لو قلبتها كده، بص برودكت، اسف، خليت ده الواي واكس، هي دي نفسها دي؟ قال لي اه، ما انت في الست ينفع ابدل عادي، يعني ينفع اقول 2y اللي هي 2 4، قال لي اه يبقى دي ينفع تبقى و2x يبقى دي تنفع تبقى اكس. قصدك يا مستر، قصدي ان لما اقول x ماينس y اللي هو بيسالني عليها، ينفع اقول 4 ما x ب 4. تعالى كده نكتبها بصيغه حلوه عشان تبقى فاهمه اكتر، عشان كده انا وصلت لمستويات عليا جدا في المسائل. بص معايا هنا، يلا ال x بكام جبناها في اول شكل؟ x ب 4، وال y بكام؟ ال y ب 3. انا عايز x ماينس 1، قلت له 4 ماينس 3 اللي هي بكام؟ شد خط، اول واي هي اللي ب 4، 4
الواي هي اللي ب4 والاكس هي بكام؟ 3. ونجيب اكس ماينس واي اللي هو طالبها مني ايكوال 3 ماينس 4 اللي هي تطلع بكام؟ نيجاتيف 1. يبقى الاجابه 1 او نيجاتيف 1 اللي هي بوزيتيف نيجاتيف 1. سؤال من الاسئله الجميله جدا. بيقول لي هنا اكس برودكت واي عباره عن 1 و1 1 و3 1 و5 وهكذا. هو بيسالني عن اكس بكام؟ قلت له اكس كل اللي موجود في اول بروجكشن. يبقى الاكس ايكوال السؤال الاول اكس ايكوال تحت ست 1 1 1 1 1. مفيش حاجه اسمها 1 1 1 جوه الست، هي 1 واحده بس، مفيش نوت ريبيتد، احنا عارفين الست ما ينفعش ريبيتد فيه. طب الواي بكام؟ الواي ال في السكند ست 1 و3 و5 1 و3 و5. كده السؤال الاول خلص. السؤال الثاني عايز واي برودكت اكس، مش موضوع سهل برضه يعني، الكلام ده اتعودت عليه انت خلاص. اللي هي عبارة عن كام واي برودكت اكس؟ 1 و3 و5 برودكت مع الواي كتبتها الاول واكس 1. يلا عبارة عن كام؟ نفتح 6 كده ونكتب 1 و1 1 1 1 اس 1 1 خلاص 3 1 5 1. في طالب يقول لي مش هي اكس برودكت واي عباره عن 1 1 1 و3 1 و5؟ طب ما انا هقلبها يبقى 1 1 برضو، ودي تبقى 3 1 ودي تبقى 5 1. صح، انت صح برضو. نمبر 3 انا عايز واي 2 اللي عباره عن واي برودكت واي. طب فين الواي يا مستر؟ انت فكيت الشكل ده اساسا لاكس واي، يعني انت معاك واي 2 ولا مش معاك؟ معايا طبعا يا مستر، اللي هي واي ايه 1 و3 و5. 1 و3 و5 برودكت 1 و3 و5 1 و1 1 و3 1 و5 1 و1 1 و3 1 و5 3 و3 1 3 و3 3 و5 3 و1 3 و3 و3 و5 5 1 5 و3 5 و5 5 1 5 و3 5 و5. خلصت المسألة، خلصت المسألة، كانت جميلة، كانت جميلة جدا. اكس 2 عبارة عن الإجابة دي، أنا عايز أعرف اكس بس. قلت له بسيط، اكس بس عبارة عن أي حاجة بقى. اكس 2 عبارة عن اكس برودكت اكس كل الموجود في الفيرست ست 1 1 و2 و2. ده غلط، مش كده، امال ايه الصح؟ افتح كده ست 1 واحده بس 2 واحده بس من غير الريبيت، يبقى الاجابه ايه؟ 1 و2 بس. سؤال نمبر 9 بيقول لي واي برودكت اكس عباره عن كل ده. يبقى الواي موجود في الست، الست الاولى هي الواي، يبقى موجوده في الفيرست، يبقى الفيرست بروجيكشن هو ايه؟ الست الاولى. يبقى الواي ايكوال افتح ست اكتب كل اللي في الفيرست بروجيكشن 1 و2 و3 اكس، اكتب اللي في السكند بروجيكشن 3 و3 خلاص ما ينفعش اكتب 3 3 3 هي واحده بس نوت ريبيتد. انا طالب منك اكس 2، طب ما اكس 2 دي عباره عن 3 برودكت 3 اللي هي تبقى ست كبيرة عبارة عن اوردر كبير 3 و3. خلصت المسألة. وكده وصلنا للجزء لنهاية الجزء الأول من الإكسرسايز ليسون 1 كارتيزيان برودكت. أشوفكم على خير في الحلقة القادمة.